عندنا واحد المناسبه غادي نشاركوها معكم وغادي تعرفوها. دابا نحطو الكعك ديالنا ونقطعوها. دابا مزيانه دابا باغا كتحس بالحريق دار لها الدواء تبارك الله عليكم هدايه. ها هي شنو كتعمل هدايه؟ بغيت نعدل لها هذا. هدايه هنا كترسم عند التمرين ديال الرسم وريح هنا هي ديالنا اي ربابة ديالي شنو سلم عليهم سلم عليهم سلم عليهم ريحانة منهم بوسة شوفي فيني. ودابا غنمشيو غنشوفو نبيلة شنو كتوجد وما عندنا واحد المناسبة غنشاركوها معكم دابا شوية صافي مستعدين يلاه نمشيو نشوفو نبيلة شنو كتوجد نبيلة. السلام عليكم خواتي وحبابي كي عاملين لاباس عليكم مزيانين كنتمنى من الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير نتوما والاهل والاحباب ديالكم والناس اللي كيتابعونا كاملين خوتنا الجزائريين الجاليه المغربيه داخل الوطن وخارج ارض الوطن شكرا لكم بزاف اللي خطيكم علينا والله يوفق اي واحد والله يسهل الامور لاي واحد. هيا راه عندها التلفزيون فيا هيا لابسه لك السيوار دابا هي بالفد انا كنهضر ليا في يدي هي الميكروفون ديالي. شنو كتوجد لنا نبيله؟ كنوجد واحد الكيكه اللي سهله وبسيطه اللي اي واحد كيعرف يعدلها تا غنشاركها معكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. قد عندنا واحد المناسبه غادي نشاركوها معكم وغادي تعرفوها واللي اللي خطيكم علينا يا احلى واغلى متتبعات في العالم كامل شكرا عليكم. هي ريحه هذايا خليكم معنا وما ننساوش ليا اللايك ديالكم زوينه والكومونتيرات اللي ديما كيكونوا في المستوى وكيكونوا مزيونين واللي كيشجعوني وكيحفزوني. ولكن خصنا اللايكات اللايكات يكثروا من اللايكات. كثروا ليا اللايكات كتفرجوا كتفرجوا الفيديو ديروا ليا واحد اللايك وشكرا لكم بزاف وكلمه الشكر قليله في الحق ديالكم وخليكم معنا. عندنا يسار بعض البيضات والكيكه العاديه اللي كيعرف يعدل اي واحد ندير بعض البيضات وكاس ديال الزيت وكاس ديال الكركاع غير مهرمش وكاس ديال اللوز حتى هو هو. هدايا في الناس نبيله كانت كتوجد وهي كانت كترسم تربية تشكيلية هزات المقص ما عرفت كيفاش تضربت يدها. ها دابا مزيانه دابا ها باغا كتحس بالحريق ضربت يدها هنايا في الوسط ملي كنقول لك اعطيني المقص نخبعو لك دابا غنخبعو دابا عندي شوف خلاتنا كاع لقينا كنا فرحانين. ها ديتها الفارماسيان دار لها الدواء ودار لها ديك بيطاطين ايوا والله الا تمردتنا والله. المهم اخوتي العزاز كنت جالسه في الكوزينه كنعدل الكيكه حتى سمعت هدايا كتغوت ضربت دابا المقص كان كتخرج التمارين كتخطع في هذيك التربيه التشكيليه ولا ما عرفت شنو هي وضربت دابا المقص ودائما كنقول لها هدايا ما تبقاش المقص في يديك حتى يكون معاك بابا وهي غفلتنا ومشات هزاتو وضربت يدها ضربت هاد اللحمه هادي اخوتي هاد اللحمه هادي والله العظيم عندها طاحت ليا جاب الله ماشي شي ضربه صعيبه غير جرحت وصافي ونشوف سنايات الله العظيم طاحوا ليا ركابي وطاحوا يديا مره. نبيله كتغدير لها التحميره هي اللي بانت ليا بغاتني غير التحميره كنت نزيد باش ما نعدلهاش شي الدم يتحبس شويه وقال لي بابا غنديها في الماسي نديها في الماسي هذو البيطادين وهذيك البنته ودابا غنتك دابا سخفانه فيها السخف شنقول لك والله العظيم الله العيد هذا البنت اللي كانت صايب لها في الدواء درت لها واحد شويه ديال البيطاطين من بعد قالت لها لا ما تزيدنيش هي كتعطي فهمتي تعطيها الدواء مزيان قالت لها لا علاش هي اصلا هي هدايا هذيك يمكن نقول بضعيف شافت المقص عندها غتقطع لها بنده صحيح دابا المقص ما بقاش تقرب لا خافت دابا المقص ما بقاش تقرب لها شي حاجه حتى ما بقاش تقرب لها تجي كتبوز عليها غير مره واحده يوم هذوما اللي ما نتلم معاهم هذه بقات كتبكي شي اختها ضربتي دابا بقات كتبكي حتى نعست ايوا بقات كتبكي حتى نعست ايوا شحال عدا هما العيال وما انا نعدو معاهم الله يسمح لنا بالوالدين شي كوزا حنا على والدينا وسان ايوا خليكم معايا نطيب ديك الكيكه لا غادي نقرع على جديد منها نو نو
بابا جا من الكعبه نو اجي هاك نو وقفي هاي بابا جا من الكعبه نو قطع ندير قطع الكعبه نو الي هدايه الي الي زيد قلت انا ويتي كاع نقطعوا الكعكه ياك وحنا كنا غنحتفلوا مع الناس احنا الفرحه ديالنا معليش غير ضربه صغيره ماشي شي ضربه كبيره صافي مزيانه مزيانه الا مزيانه مزيانه ها انا شفت الدم كيزيدش ضربه كبيره صايا واحد الجريحه وصافي ياك قلت بغيت نهز المقص صافي المقص نخبروه شفت من عند الكيكه انا وهدايا يلا نكمل شوف شوف غنحاول نكملوا نكملوا الفرحه ديالنا شوفوا دابا هدايا راه مزيانه غنمشي نعدو معاكم واحد الكيكه يا سلام يلا هدايا يلا زيد انا نفس الصندره ديك المهم اختي عطيتنا جوج بيضات وباقي لنا جوج اخرين هما انا الكيكه كنعمل فيها اربعه بيضات ماشي الله كتجي مزيان في هذيك هي كتجي في المول ديالها هي هذا المهم ها هما اربعه هنايا من هنايا كاس ديال السكر غادي نخلطهم مزيان دابا من بعد ما خلطتهم غنزيد واحد الساشي ديال الفاني هنا نزيد هنايا واحد كاس الحليب وغادي نخلطهم عاوتاني مزيان كنت عليا نعدل لكم الكيكه بلا زيت ها هو النص الكاس ديال الزيت الله يحسن العوان والله الا انا العقل ديالي مقلي فيه هاد القميصه ديال الملحه ها شوف دابا ما قادر حطاهم كاملين هنا وكنت غير ننسى ننسى الزيت ننسى الملح غادي نعدو هنا يعدو هنا المهم ها انا من بعد ما خلطتهم مزيان طحنو غادي نكبهم هنايا وغادي نزيد عليهم هاد الكاس ديال اللوز مطحون والكاس ديال الكركاع حتى هو غير مهرمش ماشي مطحون بزاف ماما غادي نعدل الطحين من بعد ما غربلتو كي تجي غادي نعدل هاد الروين وانا غنعدل الطحين شويه بشويه على حسب الخالد كاين كما قلت لكم ديما الطحين كيبقى على حسب الخالد وكاين الطحين اللي كيشرب كاين الطحين اللي ما كيشربش انا صراحه الله ما كنعرفش كنعدل عيني ميزان وغنزيد الصاشيه ديال الخميره اللي فيها 16 غرام كي هذه الكوبا هيدا ونخلط ودانو ونخلي حتى الاخر المهم اخوتي هي هذا الخليط ديال الكيكه ديالنا كيفاش كيبان لكم كيبان ثقيل دابا غادي نعدل له هذا الدانون الفاني كنعدلو هو الاخرين باش كيبقى محافظ على ديك الريحه ديال الفاني ها هو وكنرجع لنا في القوام ديالها هي هذاك السر النجاح ديال الكيكه هي واحد الملقه صغيره ديال الخل في الاخر كتجي مفشفشة وكتجي لطبا ريحة انا ما خلاتكش انا نزيد في يدي اش غندير ها هو القوام ديالو كيفاش رجع مابقاش ثقيلة كدرجع خفيفة دابا غادي نعدلها في هاد المول هذا من بعد ما دهنتو بالزبدة ورشيت شوية بالطحين نديرها هنا يسيري الله يهديك كهو بتجرع لي هاد هاد الكيكة وتجيب الأرض كما كنشوفو الفران حيدتو من قدام التلاجة بدلتو هنايا باش نتفاداو الخطر الفران بارد يلا شعلتو غنعدل فيه الكيكة وهو بارد دابا غادي نسد عليها
من طبيعه الحال نحيدو هاد الخليط. المهم الخوت هاي كي كديري حيطه من الفران ملي كنعدل فيها الموس هيدا وكيطلع ناشف كتمنى كي راه طايبه راه جاهزه. خليوها تبعد واحد شويه باش ما تحيد لنا من المول ديالها بسهوله. خليكم مع الفيديو ونحيدها من المول ونرجع معكم. هاي دي هي المفاجاه ديالنا الزوينه. الاحتفال ديالنا هو احتفال ب 100 كا. الهضره ما كنخرجش مع وطاحت ما نقدرش نعبر لكم على الفرحه ديالي. شكرا لكم بزاف، شكرا على البارطاج ديالكم، شكرا اي واحد كتب الحق ديالنا كلمه مزيانه، شكرا ليه بزاف. والله يوفقكم حتى نتوما والله ييسر لكم الامور ديالكم. وواحد التحيه خاصه لواحد المتتبعه قالت لي انا بلا انا كنبقى نتفرج الفيديوهات ديالك ونعاود باش توصل 100 كا دغيا. شكرا لك بزاف اللي خطيك، الله يكبر بك، الله يكبر بكم نتوما كاملين واللي خطيكم علينا. الله يوفق اي واحد. دابا نحطو الكعكه ديالنا ونقطعوها. ها هدايا هدايا وريحانه هما اللي غيدبخو على 100 كا ياك. يا نور يا نور مسكينه باقا مقصحه. يا نور نفخ 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 العقبه ان شاء الله العقبه هي 200 كا. ومتابعينا دائما كيقول لنا ما كرهناكمش توصلوا المليون، علاش ماشي غير 100 كا؟ ان شاء الله المليون ان شاء الله يا ربي الحبيب بالدعم ديالكم وبالكومنتات ديالكم الزوينه وباي حاجه ديالكم الزوينه ان شاء الله نوصلوا لكثر. والله يوفق اي واحد اللي خصو شي حاجه يا ربي يقول لنا. هضري 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 هكا بلا بزاف نقول لكم يا هايكم غير خاطيك هذا دوري حنا هاي مزيان هوبا وبلاتي صباح. ايوا هيدي إذا مسكينة باقا إذا مريضة. إنت ماشي شي ضربة زعما شي ضربة صعيبة. وري يدك وري وري وري. حيسا. اجري خاصة صغيرة، المهم غير باش تتعلم منها ما تنساش شي حاجة ماضية. المهم الفيديو ديالي هاد اللعيبات هادو هما ديال 100 إن شاء الله غادي نخبعهم وغنحيد هذا ونجيب جوج نكون 200 كا. أنا ماشي كنحيد نحيد واحد نحيد نحيد ثلاثة إن شاء الله ربي تنوصلوا 100 كا إن شاء الله بحول الله. وبالدعم ديالكم والكومنتات ديالكم والبارطاج ديالكم ان شاء الله نوصلوا. ومرحبا ب مرحبا بالاخ ديالي مروان تا هو علي الصوت ديالك علي الصوت ديالك ليا وكيف كنقول للمتابعين ديالي كنوصلوا لي 100 كا شكرهم جاي يشارك معنا الفرحه ديالنا. وكنتمنى من الله نوصلوا للمليون جوج مليون ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. وانا اللي خطي عليا تا هو اللي عندي تا هو شارك معايا الفرحه ديالي وما كرهتكم حتى نتوما تكونوا معايا ولكن الله غالب يا خوتي. و دابا يكونوا ان شاء الله دابا يكونوا ان شاء الله في الخطابه ديالنا. ان شاء الله بحبيب الاله كما كتشوفوا اخوتي خطانا الكعكه ديالنا الكعكه اللي قلنا هدايا ريحانه بدات هدايا بدات وانا موني بزاف ما تركناش والله يحل كلامكم ويزين ايامكم يا احلى واغلى متتبعات من المغرب للجزائر لتونس الدول العربيه كامله متابعين اللي كيتبعوا منير ونبيله وهدايا وريحانه. شكرا لكم بزاف واللي خطيكم عليا والفرحه ديالي اخوتي والله ما توصل من البارح وانا فرحانه مني وصل من كنت قال لي قال 99 قال من لا اطلع دغيا اطلع دغيا حتى ضربات وخلي منير مبروك انا بلا 100 كا. شكرا لكم اخوتي واللي خطيكم علينا على الدعم ديالكم لاي حاجه ديالكم زوينه في طرف منير ونبيله وهدايا وريحانه. مو حبيبكم.